عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، عيدي عدني وعيدكم اليوم كمان عدني، اليوم مع حلقتنا مختلفة، معانا فنانة جميلة ومعلم جميل، خليكم معي بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، سؤالنا لهذه الحلقة يقول: ما هو المعلم التاريخي المطل على البحر المواجه لقلعة صيرة وعام كم بني؟ السؤال مرة أخرى: ما هو المعلم التاريخي المطل على البحر المواجه لقلعة صيرة وعام كم بني؟ خلونا نشوف. كيف العيد بعد؟ والله العيد حلو. برنامجنا اسمه عيدي عدني وعيدك اليوم اكيد ان شاء الله. كيف الاجواء العيد بعد؟ الاجواء حلوه جميله. بسالك سؤال الحلقه اليوم. ايوه. السؤال يقول: معلم بكريتر يطل على البحر المقابل لقلعه صيرة بعهد من بني وعام كم؟ لا هذا مش عارف صراحه. عارف. حاول. لا كده كده عليك. كل سنه طيب. وانت طيبه. عيدكم مبارك. كل سنة أنتم بخير. كيف العيد بعد؟ والله هو ذاك العيد كل سنة يعني، ومع ذلك يعني نهني أحبابنا وأهلي وذوي بالعيد الفطر المبارك، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب يا رب. طبعا برنامجنا اسمه العيد عدني وعيدك اليوم أكيد عدني. أكيد وبنك عدنية غير. إن شاء الله. طبعا سؤال الحلقة اليوم يقول: معلم بكريتر يطل على البحر المقابل لقلعة صيرة بعهد من بني وعام كم؟ المعلم هو الكنيسة السابقة واللي كانت في أيام العهد الجنوبي مجلس الشورى. حاول كمان. مجلس النواب. كل سنة أنت طيب. وأنت طيبة إن شاء الله. عيدك مبارك. علينا وعليك وعلى أمة محمد أجمعين. طبعا برنامجنا اسمه عيدي عدني وعيدك اليوم اكيد عدني. ان شاء الله عدني واصيل كمان. كيف العيد بعدن؟ العيد حلو في عدن يعني رغم الظروف اللي تمر فيها البلاد والكهرباء وانت عارفه، لكن الحمد لله فرحه الناس تكفي. بتفرق ان شاء الله. من بقك لباب السماء ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طبعا سؤال الحلقه اليوم يقول: معلم في كريتر يطل على البحر المقابل لقلعه صيرة بعهد من بني وعام كم؟ في عهد من بني وعام كم؟ والله ما عنديش اي فكره على الموضوع. فكر. في عهد من هو عباره عن مناره تقريبا صح؟ كان عباره عن مناره. بس في عهد من بني السؤال الثاني في عهد من ويش؟ وعام كم؟ وعام كم؟ كمان عام كم؟ مش عارف والله. صار صعب جدا صعب. او ان معلوماتي انا قليله في الموضوع. معلومات عدنيه هذه المفروض احنا كلنا العداني عارفين. يعني كل اللي عارفين ان قلعه صيرة وطلع نصور ونشوف البحر بس انتهى الموضوع. مقابل لقلعه صيرة. عيدك مبارك. علينا وعليك. سنه انت طيب. انت طيبه. كيف العيد بعد؟ تمام الحمد لله. انت راح بالعيد. دور لنا. طيب بسألك سؤال الحلقة اليوم: معلم بكريتر يطل على البحر المقابل لقلعة صيرة عام كم بني وبعهد من؟ والله مش جارك. حاول كذا فكر. معلومات ثقافية عدنية. والله مش جارك. كل سنة أنت طيب. أنت طيبة إن شاء الله وعيد مبارك على الجميع إن شاء الله يكونوا بصحة وعافية إن شاء الله. طبعا برنامجنا اسمه عيدي عدني واكيد اليوم عيدك عدني ان شاء الله. اكيد. كيف اجواء العيد بعدن؟ اجواء جميله جدا، فيها الفرح والبهجه وفيها السرور
ونتمنى تكون عدن دائما كذا يعني في شكل متطور والفرحة دائما على وجوه الناس، لأن الناس تعرف كيف عانت وكذا، ونحمد الله تعالى على مشكورة على الصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. معايدتك في العيد؟ الله أحب عايد الكل، أولهم الوالد والوالدة لهم السبب الفضل يعني اللي خلونا احنا نكون يعني في صحة وعافية، وأحب أهني أصحاب عدن اللي تعبوا وشقوا بهدلوا في الوضع الراهن هذا بسبب الكهرباء، وانت عارفة كيف يعني. فنقول لهم عيدكم مبارك وكل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله تكونوا للأفضل وعدن تتطور للأحسن أفضل من زمان بكثير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طبعا معنا سؤال للحلقة، السؤال يقول: معلم تاريخي يطل على البحر في كريتر المقابل لقلعة صيرة، بعهد من بنية وعام كم؟ معلم تاريخي مقابل قلعة صيرة، أشوف التاريخ شوية يعني هي تربيك، بس ما أتذكرش أنا كذا، كنت أذكر اسمع مكان بس مش ما أذكرش أكيد أكيد مقابل قلعة صيرة، مش متأكد منه 100%. طبعا هو جهة اسمه قصر المعاشي في الجهة ذيك، مقابل قصر لقلعة صيرة. صيرة قلعة صيرة، والله مش نسيت والله. سؤال الحلقة يقول: معلم تاريخي في عدن يطل على البحر المقابل لقلعة صيرة، بعهد من بنية وعام كم؟ قصر السلطان. هو مقابل لقلعة صيرة قصر السلطان، طب عهد من وعام كم بنية؟ كان في عهد السلطان فضل بن علي العبدلي. وبعام كم؟ أعتقد أنه كان في عام 1912 إلى 1918. طبعاً مبروك، هذه الإجابة الصحيحة. ومعنا الآن مقدمة عيدية من برنامج عيدي عدني، مبروك لك. شكراً شكراً شكراً. أعزائي المشاهدين، اليوم في هذه الحلقة نقطف أجمل زهرة من بستان لحق ونستقبلها هنا في عدن، الورد والفل والكادي معنا اليوم، خليكم معي بعد هذا. كل سنة وأنت طيبة يا ريحة الفل والكادي، ومن أجمل زهرة من بستان لحق فنانتنا المتميزة كاميليا، كل عام وانت بخير. انت بخير اختي سارة، وكل سنة وانت طيبة ان شاء الله في خير وسعادة دائم بإذن الله. ان شاء الله يا رب. اليوم عيد، حدثينا عن عيد في لحق. طبعا العيد في لحق جميل جدا بالعادات اللي فيها. طبعا اول ايام العيد يكون الكل في بيته، وثاني أيام العيد نبدأ بالزيارات يعني الأهل اللي يكون بعيد ولفترة تشوفيه في يوم العيد، واللي يكون مسافر تشوفيه في أيام العيد، يعني يجمع الكل. واللي يكون في زعل ما بينهم أيام العيد كمان يتصالحوا، فجميل جدا بصراحة. ولحق عادة هي الفن وهي السلع، و أحلى ما فيها نظرتش للأطفال في أيام العيد وهم فرحانين باللبس الجديد، ورغم المآسي اللي موجودة في لحق ورغم المعاناة اللي عانيناها خلال شهر رمضان من مقومات الحياة زي الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه، إلا إن تحسي المواطن اللحقي البسيط فرحان أياً كان، يعني فقير تاجر، يعني بس الفرحة موجودة، راضي بالقليل. أيوة أيوة الفرحة موجودة في أطفالنا في شيوخنا الكبار في السن، الحمد لله يعني الفرحة موجودة رغم المآسي. الحمد لله الحمد لله. طب نشي نتكلم عن كاميليا في العيد، إيش تعمل كاميليا في العيد؟ والله أول يوم العيد زي ما قلت ليش نحن في نكون في البيت، ثاني أيام العيد كل الأهل نتجمع ونتكلم ونضحك ونفرفش ونغني وكذا.
طبعا وثالث ايام العيد نروح زيارات لعدن، يعني رحلات، يعني شوف اني كثير من الباصات يعني تتحرك من لحق لعدن، لان عدن هي اقرب منطقه للحق، وعدن سياحيه والكل يعني يحبها، والكل في ثالث ايام العيد يروح ما شاء الله البحر، يروح كذا، فكلنا يعني في العيد نجتمع. الطبخات اللحقيه هي نفسها العدنيه، في احنا متعودين على بعدن زربيان في يوم العيد. أي. في لحق نفس الشيء؟ طبعا في اكلات في لحق مشهوره، زي في اللي يحب يعمل الزربيان، وفي اللي من يحب الكبسه، وفي من يحب، في اكلات مميزه نحن اعتقد سمعتي عنها، هذه تعمل بالنوفة، الكدر، السكوع، مخلم، حاجات جميلة يعني موجودة في لحق. هذه أيام العيد وغير أيام العيد يعني الأكلة هذه تكون موجودة في البيت اللحقي. طب أنا متعودة على كاميليا السلا، كاميليا تعودتنا هي الفل والكادي والقمندان وكل حاجة جميلة في لحق، سمعينا حاجة حلوة بمناسبة العيد. أولا نهني كل الناس الطيبة، نقول لهم كل سنة وهم طيبين، وعيد الفطر نتمنى أن يكون يدخل علينا الأيام القادمة تكون أمل وخير وحب بين الكل. طبعا لحق مشهورة بالحلويات اللحقية، زي الحلوى، القرمش، مشبك اللحقي، فأني عادة حتى في حفلات الأعراس أنقل هذه، هذا يعتبر تراث بالنسبة لنا نحن في لحق، لأن هذا من الأجداد موجود. ففي معي أغنية اسمها من حلوى الخداوي أعطوني قليل، هذه طبعا في عندنا محل حلويات قديم، يعني رحم الله صاحب المحل توفى، في يوم من الأيام دخلت أني المحل وكان في بجنبي شاعر، وكان موجودين كثرة الناس يعني يشتروا الحلويات، نحن من عاداتنا في لحق بعد الغداء لازم الحلاوة تكون موجودة، فكنت أني اشتري والشاعر اشتري، والخداوي الله يرحمه كان من زحمة الناس مش منتبه لي ولا الشاعر، الشاعر محمد سعيد قال له من حلوى الخداوي أعطوني قليل، هدية للحبايب تشفي العليل، مع كوب قهوة زايد زنجبيل. التفت لنا قال أنا إن كنت حي أو ميت أتمنى من بنتي الفنانة كاميليا أنها تغنيها وتكملوها، فبسمعش يعني أنا قد غنيتها، أنا غنيتها في سهرة عدن، بس مع منها وقت الحروب وهذه ما خلتنا نشوف نسمع اليوم. أي نسمعها الآن. من حلوى الخداوي يعطوني قليل، هدية للحبايب تشفي العليل، مع كوب قهوة زايد زنجبيل. من حلوى الخداوي يعطوني قليل، يا ناس في لحق الخضيرة الطرب والدان، قد قالها الشاعر الأمير القمندان، في لحق الخضيرة الطرب والدان، قد قالها الشاعر الأمير القمندان، قد قالها الشاعر، قالها الشاعر الأمير القمندان. من حلوى الخداوي يعطوني قليل، والله من دار العرايس سووا لي سلام، بريحة الكادي والفل والبشام، والسهرات أحلى، السهرات أحلى بالحب والغرام. من حلوى الخداوي يعطوني قليل. تسلم لنا هالصوت. الله يحفظك يعافيك، تسلمي حبيبتي. هذه طبعا من تخص هي باللهجة اللحقية، وتخص الحلويات في لحق، وبحكم ان لحق مشهورة بالحلويات من القدم يعني من زمان، فجت في نفس المناسبة، يعني كان حتى الشعر يعني واقعي على الواقع، مو مش زي الخيال وكذا، يعني كان من حلوى الخداوي يعطيها، قال خلاص غنوها وكذا، والحمد لله يعني تلحنت وتغنت. طيب ممكن تكلم احنا كاميليا عن نفسي، ايش تحبي تقدمي، من هي كاميليا الانسانه؟ والله اختصارها طبعا انا بسيطه جدا،
وحب الناس وحب خدمة الناس وعفوية وطيبة جدا جدا، والحمد لله يعني سمعتي سمعة طيبة عند الكل. يعني لو قلتي في إلهك كاملة الكل الحمد لله من فضل الله، إذا حبك الله حبب خلقه فيك. يعني في كل مش بس في لحق، حتى في عدن وجميع المحافظات اليمنية كاميليا سمعته سباقة يعني بالأخلاق والتواضع والجمال وكل حاجة. الله يحفظك ويعافيك. طبعا وعدن شعبيتي وعدن جمهوري فيها، وحفلات الأعراس يعني الحمد لله فضل الله يوميا حفلات الأعراس تبدأ من ثالث العيد إلى يعني الشهور كلها طبعا، وحفلاتي في عدن وكل وبهذه المناسبة يعني عيد الفطر المبارك. أني أهني كل عروسة وعروس كاميليا بتغني لهم في عيد الفطر وما بعد عيد الفطر، أهنيهم ولهم جميع الورود الموجودة في الحسيني، وأقول لكل عروسة وعروس كل سنة هم طيبين وزواجة العمر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب ممكن نتكلم على البدايات، كيف كانت بداية كاميليا؟ بداياتي كانت طبعاً في إحياء الحفلات المدرسية. أول شيء كنت في رياض الأطفال، وكنت كان الله يرحم أستاذ أبو بكر زين عدس كان يعلمنا على الموسيقى في 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 الروضة نحن نسميها. ومن ثم انتقلت للمدرسة كنت أحيي الحفلات المدرسية، وكانوا الكل يشجعني يعني منهم الأستاذة حالية مصطفى والأستاذ حسين عبد الهادي، هذونا يعني كانوا معي من الصغر. فكبرت في الثانوية وكذا، فاشتغلت بعدين مكتب الثقافة وحفلات وسهرات وكذا، وبدأ اسمي ينتشر يعني ويشتهر. إيش الأغنية اللي شهرت كاميليا؟ أنا في بداية ما غنيت كم يقل الليل يا والهانتو، هذه كانت أول أغنية لي في البداية يعني برنامج مواهب في تلفزيون عدن. وبعدين الأغاني الخاصة لي النسنوس، هذه إذا نسنس النسنوس طبعا عاملة شغل. نعم كانت كلمات وألحان الشاعر عبد الحليم حسين عامر رحمه الله، فقدمتها والحمد لله يعني شكلت لي جمهور غير عادي، وكانت محبوبة عند الكل لأن كلامها لحقي وبسيط ويدخل للقلب من غير استئذان. نسمع؟ نعم إن شاء الله. إذا نسنس النسنوس شرقي وقبلي تتمايل الأغصان أنا وخلي، الورد يفتش والفل يربش وأنا مع هيمان ذيش العقلي. إذا نسنس النسنوس شرقي وقبلي تتمايل الأغصان وأنا وخلي، عزف على عوده غنى وغنيت والورد في خدوده لا ما تهديت، الورد يحرد من لمسة اليد فتش على لوقان والهان مثلي. ده نسنس النسنوس شرقي وقبلي تتمايل الأغصان وانا وخلي. ما شاء الله، الله يعطيك الصحة. تسلمي حبيبتي سارة. وهذه طبعا من الأغاني اللي شهرت الفنانة كاميليا و عملت لي انتشار في المحافظات. كنت دائما حفلاتي في أبيان، في الحديدة، في تعز، في والكل يعني كان يتابع قناة عدن، والسهرات التلفزيونية اللي كانت موجودة على قناة عدن هي اللي ساعدتنا على الانتشار. شاركتي بمهرجانات خارج عدن أو خارج المحافظات اليمنية؟ أيوة طبعا شاركت في مهرجانات كثيرة، منها في 2010 شاركت في مملكة البحرين مناسبة انضمام اليمن لإذاعة وتلفزيون الخليج. في حينها اختارني الأستاذ ناصر الحماطي والأستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام سابقا، وكان غنيت في حفل في قاعة فلسطين وشافوني يعني وأنا على خشبة المسرح فرشحوني في وقتها، والحمد لله كان المهرجان جميل جدا. غنيت مجموعة من الأغاني اللحقية، والفن اللحقي على فكرة واصل في كل دول الخليج. يعني أول ما غنيت الأغنية اللحقية ما توقعت أن الجمهور يتفاعل مع الكلام اللحقي الجميل. الجمهور يفهم الكلام اللحقي؟ حتى مصريين كانوا موجودين
لأنه كان كل الوطن العربي موجود، فالحفلة اليمنية كانت الكل كان موجود فيها، والكل تفاعل معي، حتى كان موجود الفنان السوري قور الطوشي، قال له يعني فهمت إيش الكلام وكذا، بس هم ما يعرفوش إيش الحسيني إيش كذا، ولكن نحن بعدين في المؤتمر الصحفي وضحنا لهم الأمور هذه. أنا دائما متابعيك على مواقع التواصل الاجتماعي، وشفتك بأكثر من مهرجانات وحفلات عرس، حتى قدمتيها خارج اليمن. أيوة. وشفتك مع فنانين كمان من خارج اليمن برضو، فنانين. أيوة. عربيين. أيوة نعم. التقيتي مع فنانين صح؟ أيوة، كان معي أنا دائما الحمد لله من فضل الله حفلاتي في الإمارات وفي السعودية، وأهني بمناسبة عيد الفطر كمان جمهوري في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات. آخر حفلة كانت حفيد الرئيس السابق علي سالم البيض، طبعاً قنيت أني فيه، وكانت موجودة الفنانة هند البحرينية، وكان في الهيلتون، وأوجه لهم كمان تحية للعرسان علي وسارة، سارة فدعق وعلي عدنان البيض، وقل لهم كل سنة وهم طيبين وزواجة العمر إن شاء الله. كان زواج مميز جداً، فالتقيت بالفنانة هند البحرينية وفعلاً أشادت بالفن اليمني، قالت إذا في فن فهو أتانا من اليمن. كنت سعيدة جداً بالكلام هذا وبتواضعها وروحها الطيبة، فغنينا أنا وياها أغنية يا منيتي يا سلا خاطري مع بعض، وغنيت أغنية يدي تبون الحسيني، وقالت اشترحي لحقي يعني عدني يمني كذا، فاشترحت ونزلتها على التواصل الاجتماعي على حقها الفيس والسناب والانستغرام كل الحفلة يعني. وإن شاء الله معنا كمان أنا وياها في القريب العاجل حفلة بتكون في البحرين إن شاء الله بإذن الله. نسمع يا منيتي؟ أيوة ليش لا. هي طبعا للفنان القمندان يعني ألحان وكلمات الأمير أحمد فضل القمندان، ولكن في دول الخليج نسبوها أنها خليجية، وهي أنا دائما أنوح حتى في الحفلة حق الزواج لما التقيت في هند وقلت لها هذه أغنية لحقية الأصل يعني قمندانية، فهي قالت إذا في فن فهو أتانا من اليمن. يا منيتي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام، ليه القفا ليه تجرحني وانا احبك احبك يا سلام، بين الرماده والحسيني فاح عرف الفل والكادي والبشام، يمسي لعب هاجسي في الهوى وانا احبك 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 يا سلام. يا سلام. تسلمي كلش ذوق يا اختي ساره، ان شاء الله ربي يوفقك دائما. امين يا رب. كاميليا تعاونتي مع شعراء وملحنين، تذكري اسماء كبيره منه؟ طبعا اكيد تعاملت مع كثير من الفنانين، وسجلت اذاعه عدن الحبيبه وتلفزيون عدن، نتمنى انه يعود الى ان شاء الله عدن الحبيبه. وتعاملت مع طبعا أغنية النسنوس اللي قلت ليش في البداية، أنها عملت لي جمهور كبير وتطلب دائما في حفلات الأعراس، الأستاذ عبد الحليم حسين عامر رحمه الله، وتعاملت مع الفنان محمد عوض المسلمي أعطاني أغنية تمهل يا هلي يا زين، وكمان أغنية يعني كثير منها أغاني وطنية مع الفنان أحمد فضل ناصر ملحن كملحن، محسن عطاء، وكثير يعني من الشعراء. وكمان لما سافرت المملكة العربية السعودية شاركت في العيد الوطني، شاركت في يوم اليتيم، وتعرفت على الشاعرة الأميرة الجوهرة أميرة سعودية، أعطتني مجموعة من الأعمال إن شاء الله في القريب بنسجلها. و يعني في كمان ملحن سعودي اسمه عبد الله البريكان، هذا لحن أحلام ولحن الكثير من الفنانين الخليجيين أغنية أنت وينك، موجودة على اليوتيوب نزلت، وإن شاء الله والجديد قادم إن شاء الله.
دائما احنا مستنين منك الجديد ان شاء الله يا رب. ومعي كمان مشاركه قالت لي دعوه لمهرجان صلاله ان شاء الله في الشهرين هذه، هو لمده شهرين بعد العيد. يعني قالوا لي اختاري الاسبوع الفاضي فيه تشرفينا في مهرجان صلاله، وان شاء الله اكون مشاركه في المهرجان. وكمان قالت لي دعوه من مصر، ملتقى الشعوب، مهرجان ملتقى الشعوب العربيه، هذا المهرجان يضم كل الدول العربيه وعن التراث. فأجتني دعوة من الأستاذة وفاء الحكيم، إن شاء الله كمان بكون مشاركة هناك. عملتي دويتو مع فنان أو فنانة؟ أيوة، الأستاذ عبد الله البريكان، هي أنت وينك موجودة على اليوتيوب، فهي جميلة جدا، وهذا ملحن كبير يعني ملحن سعودي اسمه أستاذ عبد الله البريكان، وغنى معك الأغنية يعني. نعم أنا وياه مع بعض، بس بنسجلها بشكل أحلى، هو سجلناها ونزلها على اليوتيوب، بس في إن شاء الله في بنسجلها في مصر بإذن الله إن شاء الله. ويا ريت كمان تصوروها علشان نشوف. ايوه بنصورها اكيد، نحن نشتي والله استاذ سارة ان الفن اليمني بشكل عام يظهر على المستوى، لان الفن حقنا يعني. بدون انا دائما لما اسافر اي دوله اقول الفن عندنا، يعني مع احترامي لدول الخليج الفن من اليمن. والدليل على ذلك ان كل الاغاني وكل الايقاعات هي يمنية الاصل، فلي الفخر اني اني انقل الاغنيه اليمنيه اللحجيه الاصيله الى دول الخليج وكل العالم ان شاء الله باذن الله. ولكن الامكانيات تنقصنا، ما فيش امكانيات، ما فيش تشجيع من الداخل، يعني شوفي كيف ظروف البلاد والحروب، وما فيش يعني اهتمام بالفنان بمعنى اصح. يعني في فنانين عندنا في لحج فنانين كبار ولكنهم مهضومين، ما فيش حد عارف عنهم شيء. لو تعرفي الفنانة لول نصيب اللي دائما في فرقة الرقص الشعبي، أيوة المتينة، هي ممثلة وهي كانت راقصة في السهرات مع الفنان رحمه الله الوالد فيصل علوي، وتعتبر من القديمات في لحق، وأول من مثل على 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 على, على إذاعة عدن زمان يعني، وعدن ما فيش تلفزيونات، صيبت شوانويرة و شروة وذل، فهي الآن في البيت مريضة ما فيش حد عارف عنها شيء، يعني عندها العمود، ويعني لما تشوفي هذه المأساة تأزمي. اليوم هي بكرة يعني سبحان الله يكون يعني من يقيم على هؤلاء الفنانين القدامى اللي عطوا شبابهم وعطوا روحهم، قنوا للحب وللجمال وللزراعة وللثقافة، يعني ما فيش لفت انتباه. يعني الفن عندنا نحن مهضوم، الفنانين مهضومين، ما فيش حد. سعودي احمد صالح اوجه لهم تحيه بمناسبه العيد، يعني فنان كبير، يعني لو تشوفي كيف حالته الاجتماعيه وكيف، يعني من العيب ان فنانين كبار زي مثل هؤلاء ما فيش حد ينظر لهم ولا يلفت لهم ولا. هي مش المساله اخت ساره ان مثلا، وهذا يعود الى السلطه المحليه في لحق، مش معناته خلاص أستاذة مثلا لول مريضة أزورها للبيت أعطيها 10,000، هذا من العيب. هي محتاجة سفر، محتاجة العملية، محتاجة تقيم. يعني أخوها الشاعر الكبير صالح نصيب أغنيته كم يقل الليلة والهانتوب، فأشياء يعني تحزش في نفس إيش صراحة لما تشوفي المآسي هذه في فنانين. وعبد الكريم توفيق كمان، الفنان الكبير عبد الكريم توفيق على فراش المرض، الفنان حسن الكريدي، يعني لو ذكرت ليش كثير من الفنانين ترثين حالتهم، ونحن السلطات المحلية والحكومة يعني طيب الجانب الفني ليش مهضوم عندنا في اليمن؟ ليش ما فيش اهتمام؟ وين وزير الثقافة؟ وين محافظ المحافظة؟ وين يعني كله بس خلوا الناس تعيش في دوامة هذا حقي وهذا حقك. طيب الفن صباح ودول الخليج يغنوا حقنا، ولكن ان شاء الله يجي الخير ان شاء الله ان شاء الله. تذكري ايش كانت الصعوبات والتحديات في بدايتك في مشوارك الفني في البدايات؟ في البدايات كنت يعني كنت لما اغني كان الوالد الله يرحمه معترض اني اغني وكذا، ولكن الوالد الله يعطيه العافيه، هو رحمه الله وامي عاده في ثياب العافيه، أقنعتها يعني إنه مش عيب وكذا. أمك شجعني. أيوة، والله يعطيها العافية، وأني إذا كنت فنانة واسمي معروف بدعوة أمي الله يعطيها الصحة والعافية،
فيعني هي اللي شجعتني على اني استمر. بدايتك كانت من المدرسة؟ من المدرسة ايوه. وبعدين؟ بعدين انتقلت الى كنت شارك يعني حفلات وسهرات تلفزيونية مكتب ثقافة لحق. فنانتنا كاميليا ليش دائما الاغاني او نتغنى دائما بالقديم؟ ليش ما فيش انتاج لاغاني جديدة؟ طبعا سؤال وجيه اختي سارة. الجديد نقدر نقول انه موجود بس منو يهتم بالجديد؟ لا شركة انتاج موجودة لا تلفزيون عاد سهرات. يعني نتمنى من قناة السعيدة ان تجدد السهرات حق زمان الحلوة قبل الحرب وكذا، كنا دائما نطلع لصنعاء ونعمل الحفلات والسهرات وكذا، فالان اختفت. يعني خلاص الناس ملوا زي دحين عيد سهرة تلفزيونية، نغير الجو الكئيب اللي الناس تعيشه. بس الناس أصبحت حديثها كله انفجار مش عارف إيه، يعني كلام يجيب الضيق كذا بالمفتوح. فالسهرات هذه الجميلة اختفت والأعمال الجديدة موجودة، ولكن من يدعم هذه الأعمال؟ طبعا في شوفي الفنانين اللي برا يمنيين زي مثلا فؤاد عبد الواحد، هذول لقيوا فرصتهم. كاميليا الإنسانة اليوم مع من تسكن؟ كلمينا عن عائلتك الصغيرة. مع أمي وزوجي وأولادي وبيتنا المتواضع في لحقة الخضيرة. كم معك أولاد؟ عندي بنات وأولاد طبعا. آخر واحد عمر ابني معايا وطه الصغير. أتمنى أن يعني يلقطبني كذا شوية المخرج بمناسبة العيد. عمر قل كل سنة وانتم طيبين. فالحمد لله يعني حياتي الحمد لله بإذن يعني بإذن الله أنها طيبة يعني بوجود أمي وزوجي وأولادي الحمد لله. إن شاء الله نقول لهم اليوم كل سنة هم طيبين وهم طيبين يا رب، الصحة والعافية ربنا يوفقهم إن شاء الله. أولادي وأولادش وأولاد كل المسلمين يا رب إن شاء الله يا رب الصحة والسلامة، الريحة الطيبة اللي معانا. كاميليا أنا أحب كاميليا العدنية اليمنية اللحقية. من تحبين من الفنانين في اللحق أكثر شيء؟ أو تغني أكثر شيء اللي أي فنان؟ أنا دائماً أحب الأغاني التراثية القديمة، حتى أغنية للشاعر النصري يمكن قد سمعتوها الكل ومحبوة في 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 عدن بشكل غير عادي، اسمها والله ما تحلحل حتى يلتفت. من ماشي التفت بلعب لا توست. هذه كلامها لحقي قح زي ما يقولوا عندنا ومحبوبة تدخل للقلب من غير استئذان. ف أحب الأغاني التراثية القديمة وجددها. أحب الفنان محمد صالح حمدون وأحب أغنيته دائما برضه محبوبة اسمها بحبك مرة قلبي. طب نسمع الأغنية اللي الآن دندنان وهي تلافتنا بالكلام والله ما تحلحل. طيب ألا ما بترك ما حلي حتى لو يئست، ما بترك ما حلي حتى لو يئست، وني بستري قولي بغلى التفت، اني بستري قولي بغلى التفت، وان ماشي التفت لي بلعب لا تويست، والله ما تحلحل حتى يلتفت. الا لهذا موقفي اجدي كلفه، لهذا موقفي اجدي كلفه، خاف يوم موقفي ماشي بعرفه، واخلي عرفتك بس انت التفت، والله ما تحلحل حتى يلتفت، وان ماشي التفت لي بالعاب لا توست. احلى شيء باغانيك ان اغانيها سهله وكلامها دارج وحلو مبسط لنا كلنا. يعني اللون اللحقي كذا عاده يدخل للقلب من غير استئذان. طيب نكمل السؤال الان. الفنانين قلتي لي طبعا محمد صالح حمدون احب اغانيه. الفنان فيصل علوي هذا يعتبر تاريخ. فيصل علوي يعتبر كلهم رواد، ولكن فيصل علوي يعتبر هو من نقل الأغنية اللحقية إلى دول الخليج ومعروفة بفضل الله وفضل الفنان فيصل علوي رحمه الله. و
أنا من أشد يعني المعجبة جدا بدا أو حضوره وكذا. وطبعا أنا كنت أدرس في مدرسة جنب بيتهم وكنت عشت في بيتهم وكان يشجعني ويشجعوني الكل يعني في لحق ويحبوني الحمد لله. والفنان فيصل العلوي رحل علينا وكانت ذكرى وفاته قبل شهور، وكنت أتمنى أن يكون للفنان العملاق الكبير أمير الطرب اللحقي فيصل العلوي يعني بمناسبة ذكرى وفاته ذكرى خالدة وتكون مميزة. لكن للأسف يعني الذكرى كانت وفاته هذا العام مش هذيك اللي نحن كنا نتمناها. أول شيء نحن الفنانين كنا مش عندنا سابق إنذار للحضور أو دعوة للحضور. أسرته كانت نفس يعني مستائين من اللي حاصل. يعني أسرة فيصل العلوي كان المفروض المحافظ وكل السلطة المحلية تروح زيارة إلى بيت الفنان فيصل العلوي، وكان المفروض يعملوا له مهرجان مش يوم صباحي لمدة نص ساعة أو ساعة، يعني لازم كلنا نلتحم يد واحدة. فأني استقربت أنه ذكرى وفاة فنان عملاق كفيصل العلوي أطرب الكل يكون يعني حاجة عادية وبسيطة ساعة أو نص ساعة. فين الشعراء اللي غنى لهم الوالد فيصل العلوي؟ فين الشيوبة حقوت يعني زمان اللي عاش معاهم؟ إيش قدم فيصل العلوي؟ فيصل العلوي أعتبره القمندان بحد ذاته. ولكن أوجه تحية لأخوي باسل فيصل العلوي والوالدة خالة عيشة زوجة فيصل العلوي، هذه المرأة الجميلة اللي وقفت مع الوالد فيصل العلوي في السرة والضراء، وأقول لهم كل سنة وهم طيبين. وأنت طيبة بالصحة والسلامة. فنانتنا كاميليا سعدتينا اليوم بتواجدك معنا، كل عام وأنت طيبة، وهذه عيدية مقدمة من أسرة برنامج عيدي عدني، نتمنى لك المزيد من الأعمال الجميلة اللي دائما تسلطنينا فيها. شكرا أختي سارة، وكل سنة وأنت طيبة، وأنا سعيدة جدا بتواجدي على قناة السعيدة. أوجه الشكر وأعيد على الأستاذ الدكتور حامد الشميري، طبعا هو مهتم دائما بالفن والفنانين، له جزير الشكر والتقدير، وكل سنة هو طيب، وكل الطاقم الموجود معنا رغم الحر ورغم الجو اللي عايشينه. لكن إن شاء الله نتمنى أنها تكون حلقة مميزة لحقية عدنية. كل سنة وانت طيبة أختي سارة. طيب. والمخرج البرنامج أستاذ رأفت رشاد باقي، طبعا هو من أسرة لحقية، ونحن نفتخر أن لحق ولادة بالكوادر في كل المجالات، سواء في الفن في الإخراج في التمريض، الحمد لله يعني لحق دائما ولادة بالأشياء الجميلة. ولا ننسى المصور حقنا حسين طبعا مجهد، نصور هذه الحلقة طبعا. وأهني كل الشعب اليمني، أهني أبناء عدن ولحق، أهني جمهوري في المملكة العربية السعودية، أهني خاصة أسرة آل الجفري وأسرة باهرموز وبيت طارق فدعق، هؤلاء يعني من المشجعين لي في المملكة العربية السعودية. أهني جمهوري في الإمارات، كل الناس اللي تحبني أهنيهم من القلب، أقول لهم أنا أحبكم كثير. ونحن كمان نحبكم. حبيبتي الله يحفظك. وعيدك مبارك. وأنت مباركة إن شاء الله يا رب. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني بكرة مع ضيف جديد وعيدي عدني.